أرسل مختبر عسكري أمريكي خطأ عينة حية من جرثومة الجمرة الخبيثة أنثراكس إلى مختبر أمريكي خاص واحد على الأقل في هفوة غير خطيرة مبدئياً أدت إلى معالجة 4 موظفين احترازاً على ما أعلن البنتاغون الأربعاء. كما وصلت عينة إلى مختبر عسكري في قاعدة أوسان الجوية في كوريا الجنوبية، وهي قاعدة أمريكية تبعد 105 كيلومترات جنوب سيول من بين قواعد عدة تضم 28,500 جندي أمريكي ينتشرون في كوريا الجنوبية في شكل دائم. وأعلنت القاعدة في كوريا الجنوبية الخميس أن 22 عسكرياً قد يكونون تعرضوا للجرثومة خلال هذا التدريب، لكن أي من هؤلاء العسكريين لم يظهر أعراضاً تدل على عدوى محتملة. والأنثراكس هو مرض يصيب البشر والحيوانات، كما يمكن استخدام جرثومته كسلاح بيولوجي. وينتمي مركز تجارب داغوي الذي أرسل العينات تلك إلى جيش البر الأمريكي، وهو يعمل على مكافحة المخاطر الكيميائية والبيولوجية والمشعة والمتفجرة بحسب موقعه على الإنترنت.